راديو الأهرام. هنشوف الألوان بإحساسنا ونرسم الجمال بكلامنا في ألوان مسموعة مع منار سليمة. يسعدنا النهاردة أن احنا نلتقي بدكتور حسن كامل، أستاذ النحت بكلية تربية فنية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. احنا عايزين تكلمنا النهاردة عن معرض الخبيئة اللي هو الأول مرة بيتقدم داخل المتحف المصري، ودي بالنسبة لنا شيء مبهر، فعايزين نتكلم عن التجربة دي وعن تفاصيل عمل حضرتك. الحقيقة تجربة العرض جوه المتحف المصري دي تتويج لمجموعة من الأفكار والأبحاث والاهتمامات الحقيقة اللي على مدار 20 سنة قبل اللحظة دي. لكن طبعا أنا مش قادر أعبر لك عن مدى سعادتي إن أنا شغلي بجانب هؤلاء العباقرة العظام، يعني نموذج يحتذى به في مجال النحت في العالم كله مش في مصر بس. والحقيقة أنا لمست ده بشكل مباشر لما خرجت بره وابتديت أشترك في سمبوزيومات دولية، وحسيت قد إيه الناس دي بتبص للتجربة النحتية المصرية بالطريقة دي ويقدروها بالكيفية دي، وأكدوا لي إن أنا ماشي على الطريق الصح. ومن بداية من بحث الدكتوراه 2004 عملت الاستفادة من النحت المصري القديم في نماذج من أعمال النحت المحلي والعالمي، فأنا بتكلم على النحت المصري وإيه القيم اللي فيه وبحاول أدرسها وحللها وأشوف النماذج اللي اقتدت بيها واللي استلهمت منها واللي اشتغلت على القيم بتاعتها أنتجت إيه كنحت معاصر. فتجربة الخبيئة هي جات لي من خلال قراءاتي على اكتشاف الخبائق المصرية القديمة، وهي ببساطة يعني حاجات لها قيمة عالية جدا ناس خفت عليها فخبتها في أماكن وماتت، يعني رحلت اختفت عن الناس، وبعدين فجأة بعد مرور زمن قصير أو طويل ناس بالصدفة بتدور لقيتها واكتشفت قيمتها وابتدت تحاول تعرف ايه دي ومن آلي عصر ومعمولة ازاي وتبع مين، وابتدت تعرضها على الناس. فالحقيقة الفكرة استهوتني وانا قاعد في الاتيليه مرة، وابتديت اشوف الاعمال بتاعتي اللي انتجتها على مدار اكتر من 20 سنة، وبعدها تعرض وبعدها لأ بعدها ما حدش شافه. فانا قررت ان انا اطلع خبيئتي وانا عايش للناس واكلمهم عنها واشرح لهم وجهة نظري هي معمولة ليه والافكار اللي حواليها ازاي لعل وعسى تبقى مفيدة ليهم. فابتديت اعمل التجربة دي من خلال المفهوم الخاص للنحت عند المصر القديم، يعني النحت عند الحضارة المصرية مختلف شوية عن النحت اللي احنا فاهمينه في ايامنا الحالية. النحت عند مصر القديم مش تمثال لشخص او فجر على قاعدة خالص، النحت عند مصر القديم هو رؤية لكل مجسم على سطح الارض. يطلع بقى نحت، يطلع ريليف على الحيطة، يطلع بنا معماري، يطلع ابلايد ارت، يطلع صندوق بيستخدمه، يطلع جولري بيلبسه، فهي الحالة كلها على بعض. فانا حاولت اقدم تجربة تستفيد من المنطق ده في التعامل مع المجسمات. فعملت في معرضي أعمال مجسمة بتقدم أفكار ومسج للمجتمع وللناس، عملت مجموعة من الحاجات الأبلايد اللي بتقدم رؤية لها قيمة قريبة جدا من القيم في النحت المصري القديم، لكن في صورة مثلا الصندوق أو العلبة بتاعتي الخاصة، ممكن ترابيزة أنا حبيت شكلها وبعملها من منطق النحت اللي أنا بؤمن بيه. ده من الناحية العامة الكلية. الناحية بقى الفلسفية والفكرية بتاعت المعرض، أنا بشتغل على ثلاث عناصر مهمين جدا في المعرض بتاعي: زهرة اللوتس والإنسان المصري والتركيبات المعمارية المصرية. دول بعمل بيهم تبديل وتوافيق بحيث ان انا اقدم من خلالهم رسائل وقيم ومضامين تخص المجتمع اللي انا عايش فيه المعاصر لينا دلوقتي. فمثلا زهرة اللوتس بالنسبة للمصري
هي زهرة مهمة، لما تأملها لقاها بتتقفل بالليل في الضلمة، وكل صباح مع أول شعاع ضوء بتتفتح، تتقفل بالليل وتفتح بالنهار. فهو خدها من المنطلق ده كرمز للتجدد وإعادة الحياة واستمراريتها، إن في موت وفي حياة وفي يأس وفي أمل، لكن ده مستمر. وده لو جه مش معناه إن الحياة انتهت، لأ، بانتظار لأمل تاني وميلاد جديد. فأنا حسيت إن المفهوم ده مهم جدا لمجتمعنا دلوقتي، فأنا قدمتها له كرؤية تديله أمل في بكرة، وتحسه على العمل والجدية والنشاط والبحث، لأن مهما حصل من ظروف في بكرة جديد أحلى وأقيم ومفيد لينا. حضرتك حبيت من خلال فن النحت إنك توصل رسالة إعادة تواصل مع الفن المصري القديم ولغته، وإنه بيقدم حاجات وظيفية حقيقية تلمس كل واحد، وإن ده يقدر يعبر عننا بدل ما بناخد الحاجات الغربية بتاعتنا. بالظبط كده، يعني فكرة النحت كلغة بنتكلم بيها علشان نقدم أفكارنا، هي دي الرسالة الكبيرة للحضارة المصرية. وفكرة تضفير الفن مع المجتمع دي فكرة مهمة جدا، والمصري عملها باقتدار. والمشكلة دايما اللي بنشتكي منها في الوقت الحالي هو انفصال الفن عن المجتمع وعدم وصوله بشكل مباشر لجميع شرائحه وأفكاره. لكن احنا لو استخدمنا الفن، او لو امننا بان المنطق في التعامل بالفن من الناحية دي، هنلاقي ان في تجاوب اكتر من المجتمع، اتصال اكتر من الفنانين للمجتمع، وبالتالي هنرتقي كلنا بالمستوى العام في المجتمع كله كثقافة وكفكر وكرؤية. صحيح، كإعادة توجيه للمجتمع كله ورؤيته. بالظبط، خصوصا لو لقى حاجة بتعبر عن هويته هو ويقدر يستعملها ويعيد النظر فيها. بالظبط، وانا عندي مثال يعني دايما بيبقى حاضر في ذهني عن تمثال مهم جدا في مجموعة توت عنخ آمون، وهو تمثال الملك خارج من زهرة اللوتس. يعني تمثال الملك بورتريه ليه وهو طفل وخارج من زهرة اللوتس. أنا وأنا طالب كنت دايما أروح للتمثال ده وتأمله بشغف شديد جدا وحب، بس مش عارف ليه. يعني أنا بحبه جدا بس مش عارف ليه، وأرسمه وأصوره ويعني أحاول أفهم هو يعني بيعبر عن إيه أو إيه فكرته، بس أنا بحبه جدا. ولكن مع الوقت ومع القراءات والبحث في التاريخ المصري ومعرفة هما بيعملوا التماثيل دي ليه وعلشان ايه واهدافهم ايه وعلاقتها بمعتقداتهم ايه، قريت جملة مهمة جدا بتقول ان تبزغ رأس الملك الطفل كل صباح مع ظهور اول شعاع شمس من داخل زهرة اللوتس على سطح البحيرة المقدسة. فقد ايه حبي للتمثال ارتفع يعني 10 أضعاف، لأن فهمت باللغة دي كإيمان وككونسبت وكمضمون وكرسالة، وإزاي تحول لشكل ما كانش مجرد منحوتات، لا ده ورقة وثقافة وثقافة وعلم وحضارة. بالظبط، فده بالمقارنة بعلاقة المجتمع بالفن، ممكن المشاهد أو المتلقي أو المتذوق يعجب بعمل فني سواء كان نحت او اي مجال يعني، ولكن اعجابه بيبقى ناقص جزء لو وصل له، بتوصل النشوه لمنتهاها. يعني بيوصل فرحه بانه يقدر هذا العمل او بيرتبط بيه عاطفيا لاقصى لما يفهم المفهوم والمضمون اللي الفنان بيناقشه، ممكن حتى ما يخصوش، ولكن هو فهمه نفسه للقضيه بيضيف بعد كبير للمضمون العام. وده على فكره يعني ربما يتفهم ان انا بدعو الفنانين ان هم يعملوا بيت وقله وبطه، لا اطلاقا اطلاقا. ممكن يكون العمل في اقصى درجات التجريد او اقصى درجات التلخيص او اقصى درجات التوريه في عرض الفن، لان الفن برضو ما بيبقاش بعرض مباشر، لازم العرض يبقى فيه نوع من الحل اللي يعني بيحس المتلقي شويه على التفكير والبحث والتدوير. لكن انا بتكلم على الجزء بتاع الابداع، ان لازم الفنان
ما يستسهلش ويعمل مناظر مباشرة وسطحية، ممكن تكون جميلة لكن بتبقى فاقدة العمق والشحنة الفنية اللي هي بتصل لعواطف المتلقي. ده بيجي عن طريق البحث، لأن الفن مش حاجات ظريفة لطيفة جميلة الناس بتستمتع بيها وخلاص وانتهى. لأ، كل ما كان الفنان شغله وراه بحث وراه أفكار وراه اهتمام داخلي باللي حواليه وبمجتمعه وبلده وقضاياه وقوميته، كل ما الفن بيبقى ليه ثقل وليه تقل وبيقعد. صح، ويمكن ده اللي احنا شفناه في معرض حضرتك الخبيئة اللي زار المعرض، الرؤية مكتملة، في رؤية حضرتك حابب تقدمها بشكل ما، حتى من مدخل طريقة الدخول، الكتابات اللي موجودة، يعني عمل فني مش مجرد أعمال نحتية، فده برضو وراه حاجة، يعني إضافة المدخل والكتابات، انت بتحس المخ يعني في استفزاز للمخ والمشاعر والوجدان انها تتحرك ناحيه حاجه او ناحيه هويه معينه. الفن مهم قوي انه يبقى صادق. يعني انا طبعا ما اقدرش اقيم تجربتي، صحيح، ولكن انا مؤمن باللي بقدمه اشد الايمان، وبقدمه عن حب شديد جدا لبلدي والتاريخي والمجتمع الحالي. فاتمنى ان ده يكون وصل، و لو كل حد اشتغل بهذا المنطق فربما يكون فنه مش مقدر عند الناس، ولكن هو هيبقى ساتسفايد وهيبقى يعني عنده رضا وعنده يعني إضافة عالية جدا لنفسيته حتى على المستوى الشخصي. لكن أنا متأكد إن لو عمل ده هيوصل للناس بمنتهى السهولة وهيفيدهم ويفيد المجتمع، ويبقى فعلا دور قوي للفن في الارتقاء بالثقافة العامة للمجتمع بشكل عام. صحيح، خصوصا إن هو بعيدا عن التمثيل والبعد الغربي، وإن هو بيمثل حاجة حقيقية في الهوية، فده اللي بيقربنا وده اللي احنا محتاجينه بتهيألي في مجتمعنا. أكيد، وكمان احنا نظرتنا للفن الغربي لازم تتغير. انا مقدر جدا للتجارب الغربيه، واحترم جدا نحاتين زي برانكوزي وزي مور وزي جاكوميتي وزي لايبتشيز وزي ناس كتير اتعلمنا منهم كلنا، ولكن هذه التجارب زي ما انا شرحت قبل كده انها مرتبطه بمجتمعات ومرتبطه بمحركات ومرتبطه بشخصيات عايشه في مجتمعات ليها ثقافه وليها شكل مختلف، فانتجت الفن ده بهذه الكافيه. فانا اشوفه واقدره واحترمه واتعلم منه، ولكن لما اجي انتج الفن بتاعي انا ما ينفعش اقتدي بيه كشكل وكتجربه مباشره، انا اقتدي بيه كفكر وكمحرك، ازاي هو تحول من مجتمع وافكار ورسائل عايز يقولها المجتمع لصوره فنيه، وانا اطبق ده بشكل غير مباشر على مجتمعي. انا عندي تاريخ والحضاره بتاعتي مش بلوكد، احنا دايما بنتعامل مع الحضاره المصريه على انها بلوكد، يعني خلصت وانتهت وهم انتجوا ده وشكرا، فاحنا بقى نبتدي من جديد، ودول كانوا ناس عظام قوي في الحقيقه. لكن لا، النحت المصري والحضارة المصرية عمرها ما كانت بلوكت، الحضارة المصرية منفتحة ومستمرة وعندها كتير قوي اللي تدهلنا، ولكن هي حضارة دسمة قوية، ولازم اللي بيقدم لها يبقى على قد المسؤولية. ما ينفعش نشوفها على انها اشكال وناس رفع ايديها ووكلك ايجيبشنز يمين وشمال او عينين مكحلة اطلاقا. في اللي انا سميته الابستراكت فاليو، في القيمه اللي هي جوه، القيمه اللي ملهاش شكل، القيمه اللي مبني عليها الشكل، اللي انا لازم ابحث واغوص عشان احصل عليها، وبعد كده انا اركب عليها الشكل المناسب ليا، اللي هو له علاقه بمجتمعي، له علاقه بثقافتي، له علاقه بافكاري، له علاقه بما نحتاجه في الوقت الراهن. ودي مصادر بالتالي لا تنضب، يعني نقدر ناخد منها ونقدر نتواصل معاه واحنا اولى. يعني اعتقد الاجانب، حضرتك شفت ده في المتحف المصري في معرض حضرتك، بيقدروا يتواصلوا ويحسوا بالحاجات الفرعونيه والتيمات والمصادر دي، يمكن درسينها وعارفينها اكتر مننا، وده للاسف. انت عمرك ما تشوفي اجنبي بيتفرج متحف مصر من غير كتاب، وقبل ما يجي بيبقى قاري كتاب، فلازم هو يعرف بيشوف ده ليه والصوره دي بتوازي ايه فكريا. لكن احنا بنلاقي ناس حاطه ايديها ورا ظهرها وعينيها فوق وقاعده تتفرج، تمثال كبير، ويسالوا فين فرعون موسى،
يعني ده أول سؤال لمصر والعرب دايما بنسأله، لكن مش هي دي القضية. صحيح. هي القضية الفكر كله، لازم أنا داخل كنز اسمه المتحف المصري في منتجات لتجربة حضارية غاية في الثراء، ومش يعني مش بتنتج منتجات لمجرد انها مثلا ايه لاقي جرانيت كتير فعايزة تخلصه مثلا او عايزة تعمله اي شكل لانه صعبان عليهم، لا ده حاجات بيدوروا عليها وكانوا بيتحركوا من اقصى البلاد لادناها علشان يجيبوا حتة حجرة يعملوا بيها فكرة لانها مناسبة لرؤيتهم بالظبط. فلما انت تحس ده وتقراه فهو بيكون عندك قيمة غير مباشرة ملهاش علاقة بالمصري. صحيح. هي قيمة إنسانية ليها علاقة بالإرادة، ليها علاقة بالبحث، ليها علاقة بالتوافق مع الطبيعة. صحيح. ليها علاقة بفهم المكان اللي انت فيه. يعني لما المصري يقدس دبانة، يعني اللي احنا بنشتمها ونقول له يس بقى بعيد عن، قدسها وعملها قلادة حربية. صحيح. فده معناه انه أدق التفاصيل في الطبيعة بيراقبها ويدرسها ويعرف هي بتعمل كده ليه وياخد احلى ما فيها، وربط الفن بالعلم بالثقافه بالحضاره بالزبط. بالحروب كل بالسياسه بكل شيء. هي حضاره بنسميها انتجريتد، يعني كلها كيان واحد، فن دين اخلاق علم بنى كله مجتمع فاني وضحك وهزار وكوميك وطب، يعني مش ممكن. فالتكامل ده ما يجيش غير برؤية فلسفية عميقة. التفاصيل والتدقيق في حاجات صغيرة بمعزل عن بقية المكونات ده رؤية ضعيفة سطحية ما تديش أي نتيجة، لكن الرؤية القوية هي الرؤية اللي بتربط جميع العناصر ببعض. فهو المصر القديم كان بينتج كل منتجاته، العمارة، نحت، أساس، جولري، كله بالكون. هو كل منتجاته هي صورة من صور الكون، فلازم يفهم الكون الأول علشان يعمل المنتجات اللي هي تتوافق مع الكون. عشان كده هي منتجات لا تنتهي. صحيح. ليه؟ لأنها دخلت في السيركيوليشن بتاع الكون بالزبط. فأصبحت جزء منه. صح. ولا تنتهي. وعلوم الكون المعروفة اللي هم الأربعة اللي هو الحساب والهندسة والموسيقى والفلك، بص حاجات شكلها تبدو ملاش علاقة ببعض، لكن هي كل مركبات الكون. واللي هو استفاد منها في إنتاج أعماله الفنية اللي هي زي ما بنقول involved في هذا السيستم، فخلاص بقت جزء منه وما تقدرش تشيليها. صحيح. وهتفضل وهتبقى، واحنا لو ما استفدناش منها نبقى خسرين خسارة كبيرة. صحيح. واحنا في نهاية لقائنا بنشكر حضرتك على إعادة استكشاف لمفاتحنا اللي احنا نقدر نبحث عنها مرة أخرى من خلال معرض حضرتك القائم ده، اللي بيربط لنا الفن كمان التشكيلي بكل المواد اللي في الطبيعة حوالينا وبكل العلوم. نشكرك تاني يا دكتور ومرسي جدا على هذا اللقاء. انا متشكر جدا ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اوضح وجهه نظري دي، وان انا اقدم دعوه للمصريين ان يعرفوا ان بلدهم عظيمه ووراها تاريخ ضخم جدا وعظيم وما انتهاش، هو مستمر واحنا بنمد ايدينا ليه علشان ناخد منه ونوصل بمجتمعنا المعاصر. فارجوكوا شاركوني وروحوا لهم هتستفيدوا وكلنا هنرتقي بمجتمعنا باذن الله. واكيد دي دعوه لزياره المتحف المصري وحضور معرض الخبيئه للدكتور حسن كامل، وده يشرفنا ويسعدنا. شكرا يا دكتور. شكرا يا منار جدا. الألوان المسموعة مع منار سليمه.